اورايت شباب، طبعا حاليا وصلنا هنا وين؟ تشينغ ماي. فا يا طبعا شباب مع صاحبي. Hey, I'm Lucas. Lucas. And we are the Chiang Mai gang. You're killing it out here. Thanks so much. Thank you. فعليا نحن ماشيين من هنا يا جماعه، طبعا تشينغ ماي ده ما شايفينه. مرقنا دم من المطار. ففي واحد راح يقدر يستقبلني كاوش سيرفينج طبعا يا شباب. ما احنا قاعد في هوتيل هذه المره لانه احنا قاعد في كاوش سيرفينج. فتقريبا من 10 دقائق من هنا نحاول نمشي له اول بعدين نشوف ايش بيصير. فان شاء الله باذن الله راح نحصل بدري. Is that the one here? Oh yeah, it looks like this one. Yeah. I never been here before. This is not a hotel. Couchsurfing. You know what's couchsurfing? طبعا شباب حاليا جينا ولكن ما اعرف اصلا ايش وين امشي ولا وين اروح. ورطنا ولا شنو؟ Oh, Tho. Nice to meet you. Nice to meet you. It's Imar or Chris. Pitoy. Pitoy. This is Imar. Oh, that's pretty my awesome. Son, my son. My son. Chitty and Chitty. Online. Oh, he's a teacher? Oh. Online. Studying. Yeah. Awesome, awesome. Okay, okay. Very nice. To you. This room to you. Oh, okay. That's incredible. Thank you so much. That's so big room. Are you guys okay with the video or no problem? No, no problem. No video? Yeah. Awesome. Thanks. Cup and cup. All right. طبعا شباب حاليا هذه الغرفه. الناس كانوا جدا جدا طيبين. Yeah. Water. Oh, thank you so much. Cup and cup. Cup and cup. Thanks so much. Yeah. Some water. That's awesome. Oh, the bathroom here? Yeah. Okay. Oh yeah, thanks so much. I appreciate that. I'm gonna put some water. How much is it? طبعا شباب حاليا وصلنا بيتنا، فشوف الغرفة كيف. فيا زي ما شايفين حاليا وصلنا لبيتنا، فالناس كانوا جدا 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 لطفاء، جابوا المويه ادونا غرفه كامله. وجماعه قاعد في كاوتش سيرفينج، انتم عارفين كاوتش سيرفينج تطبيق بتقعد مع ناس اجانب لو تكون مسافر وكذا. فمره متحمس انه استكشف البلد او المنطقه اللي قاعد فيها حاليا تشينغ ماي. فيا ما ادري ايش اقول لكم، شويه ممكن املك برا. حاليا هذا وصلت من المطار، فمنطقه خرافيه جدا جدا، حتى الناس هنا يعني ما شاء الله جدا جدا مثقفين. طبعا يا جماعه حاليا اعطوني الخوذه واعطوني الموتور بايك، قالوا لي فيك تستخدم الموتور بايك تبعنا في بيتنا. قاعد معاه فقط في كاوتش سيرفينج. قاعد معاه طبعا في كاوتش سيرفينج، اعطوني الخوذه والموتور بايك اللي فيك تستخدمه. فراح حاليا امرق من هنا، امرق التاون، امشي ستاربكس واشوف له منطقه غير فيها عمله. و يا اشوف السواقه هنا في تشينغ ماي كيف الاكسبيرينس، كيف التجربه. اول مره طبعا جوا اسوق في تايلاند او في دوله غريبه، فراح يكون مره خرافي ان شاء الله. غالبا تمر على سلام باذن الله. فيا نشوف حشنا. طبعا ده البيت اللي ساكنين فيه حاليا احنا في كاوتش سيرفينج، انتوا شايفينه المنطقه كلها. ف يا مره خرافي، بس انه زول مقاعدني ما فيش حاليا، قاعد طبعا لحالي. بس شوف البيت كيف، اعتقد انه مره خرافي. ف يا الموتر هنا، اكون الموتر بتاع خوينا ده تقريبا 11 دقيقه من هنا، وراح نمشي نجرب نشوف كيف السواقه راح تكون. شباب حاليا بالموتر سايق لحالي، هذه يدي واحد تشوف مره خرافي، عامل لي حاجز ولا شيء يا جماعه. قول الحمد لله قاعد بيطير.
طبعا شباب حاليا انا هنا سايق لحالي فحاول امشي التاون اول مره اسوق الموتر وفي شيء اقول لكم ما عندي رخصه لا انا عندي رخصه والله يا جماعه بس ان رخصتي قاعده في بريطانيا سايق من غير رخصه حاليا فهذه الحاله قصه فان شاء الله نوصل بالسلامه من غير اي مشاكل نشوف ايش بيحصل تشينج ماي بيبي شوف الشارع كيف دول الموتر اوه خرافي اعتقد من هنا خرافي جدا جدا خرافي سوري حالياً جينا هنا للمنطقة اللي مضطر تغير فيها العملة ولكن طلع مفول ما في شخص ما في أي شخص هنا فريد واحد كذي أمريكي فقاعد شرح لي قال لي في واحد قدام فبحاول نلقاه حالياً مش بالضبط كذي مش عارف وين فقال لي في صاين كبير عاملينه وما أدري شنو قاعدين فيه كرنسي إكسشينج فنحاول ندور عليه إن شاء الله نلقاه ما عارف المهم حالياً نحن في الطريق بس ندور فسواقة هنا مرة ممتعة فخرافية جداً خرافية الجو شوية كذي حر ولكن خرافية. That's the one. This is not the one I meant. This is exchange here. Yeah. Inside. Outside. This little room. Follow me on up there. I'm going up that way. I'm gonna continue on with all. Alright, sure. Let's go. Yeah. طبعا حاليا شباب جينا البنك هنا ولقيت الأمريكي ثاني جاني بالسيارة. فجينا البنك هنا وقلنا غير العملة بس انه قال لي برضه ما افتح غير في البنك اذا تمشي محل فيه انترناشونال يعني تغير فيه العملات كي فراح احاول امشي ثاني فاوصل هناك ايش اسوي فبالموتر هذا الموتر صغيره شايفينه مره صغير فيا خلينا نوصل هناك نشوف ايش صار كابون كاب اوكي اخيرا كذا جماعه غيرنا العمله فمعنا القروش حاليا هنا راح نمشي نشوف لنا محل كذا نبعد فيه ستاربكس ولا منطقه او شيء هنا جوعان جوعان نشوف له مطعم ناكل فيه بعد ذاك نشوف لنا ستاربكس ولا شيء هذا الشارع كيف شارع جدا ممتلئ هنا كلها ناس ما شاء الله طبعا يا شباب ولكن حاليا اجى فراح احاول اكل اجرب الرز بتاعهم ده لانه مره الرز بتاعهم هنا خرافي شديد فاعتقد انه مره راح يكون لذيذ. خرافي. الو مع صديقي في الجوال طبعا. قول السلام عليكم. يا برو. كيفك؟ كيف حالك؟ الحمد لله. يا معلش صديقي قاعد اتصل لي بالجوال فانا قاعد اتكلم. قل لهم سلم الجماهير السلام عليكم ما شاء الله طول مقطع يا عمد صور مقطع والله صور مقطع منين حاليا ايوه قل لهم سبسكرايب اشتراك في القناه واللايك هذا اهم حاجه المقطع وصل المقطع اقل حاجه 500 لايك زي ما سمعتم قال لكم اقل حاجه 500 لايك يعني ما قال لكم 1000 ولا 2000 فوصلوا ال 100 لايك على الاقل وانا ال 50 لايك اللي هو مين المهم فمره الاكل هنا خرافي راح يا جماعه راح امشي من هنا حاليا راح امشي ستاربكس اقعد امنتج عندي فيديوهات كثيره اقعد امنتجها وراح تاخذ زمن طويل السلام عليكم الناس اللي بتتابعني او بتعرفني في قناه زور في الشارع عماد واحد اخوي وصاحبي واتمنى الناس تدعمه تجيب معاه عماد بيعمل حاجات فلوجات جديده ورهيبه وبيدعم كثير في التصوير في السفر في المونتاج في الحاجات دي فحاجة بسيطة لايك المقطع اشتراك في القناة خلي يوصل أقل حاجة 10,000 مشترك سلام يا عمر سمعت الكلام اللي قال لكم ده فده صاحبنا يا جماعة عنده قناة على اليوتيوب فحط لكم الديسكربشن تشوفوا قناته ممكن تعجبكم الفيديوهات فيا لو عجبتكم احضروا قناته فمرة فيديوهاته سمحة الناس بتحب ليش اسمه؟ رياكشن صح؟ الانترفيو فيا المهم انا حاليا رايح ستاربكس اجيبكم هناك
Alright شباب, طبعا حاليا يا جماعة جينا هنا في محل هنا نشتري كوفي أو قهوة. فحاليا قاعدين مع الشباب قاعدين جوا هم منتظريني, فوقفت الموتر هناك زي ما شايفين الموتر واقف هناك. فحاليا المهم بشيت من المطعم قلنا نشرب لنا كوفي هنا. عندنا شباب كده أعرفكم بوم, شباب من فرنسا, عندنا شباب تاني من ألمانيا, فأصدقاء كتار هنا راح نقابلكم ونعرفكم لهم. فيا منطقة خرافية أوريكم لها حاليا قاعد جوا. All right, what's your name? My name is Karin. Karin in English. Yes, Karin. And name? Justin. Moi, je suis pas. Bah, moi, parler français un peu, mon ami. C'est quoi? What? Bien. Bah, bien. Bien. Parle bien français. Bien. Très bien. Anyway, حاليا قاعدين نجمع شباب قهوة, لو شايفين, مع الشباب هنا. بس انه شوف المنطقة اللي قاعدين فيها مرة خرافية. It looks very nice. بس صديقنا الألماني شكله مش يجيب شيء ولا واحد حمام ما أدري وين. المهم, you know, المنطقة تشينغ ماي, it's a very cool place. What is it? Hi. What are you talking about? Sorry. You go. What? What is it? I don't know. Anyway, that's cool. فالمهم حاليا قاعد يا جماعة منتج فيديو جديد إن شاء الله راح ينزل لكم بكرة. بس عملوا لايك واشتراك ودعمونا في الفيديو عشان قاعد بتعب بالمونتاج زي ما شايفين. Who we got here, bro? Oh, welcome to your Yupon channel. Are you shy? He's very shy. He's speaking so low. So what are you doing? Are you doing your porn or YouTube channel? No, it's not porn. It's a YouTube channel. That's why the SD card is full. You filmed last night, right? Put your name. Put your name. I'm David. Right. Nice to meet you guys. Alright. حاليا شباب راح نمشي في منطقة تقريبا كذي اللي فيها موية كذا سخنة. تقريبا عندها في بريطانيا كان قبل فترة زرتها ما أدري. المهم راح نمشي نزور منطقة ما كنت أعرفها أنا, بس أصدقائي قالوا لي راح نمشي نزورها وكذي. فخليكم متابعين الفيديو, راح يكون مرة خرافي, راح نجرب أشياء جديدة. يلا خليكم معنا.